يا اول مقطع هذا صورته اللي هو انا اقول اول إن اول واحد صورته مو شرط اني اول واحد عطيته قد يكون اخر واحد حملته ونزلته بس اول واحد صورته قصدي لما ركبت في الاسطبل ركبت الشكيم عليه ثم انقطعت الحلقه حقت الروسيه وكملت رابط من الربطه ذيك الى الان اللي ساعتين تقريبا ونص قاوده لاحظ كيف رابطها اختبارات انواع اختبارات رجوع للخلف لفه ضيقانات فحشات سم ما شئت لاحظ كيف رابطها ربطة عادية مو بربطتين وين ما انفكت للجهة هذه فقط مكلة كذلك هذا هنا موضوع السبتة حقة السروع لأن هذا الفتاة مركب تشيل الخيل ثانية كما بتفلهم فممكن يكون عرضة أنه ينقطع بسهولة ذاك المبود لما كنت قاعدة على الفم أو الخشم وكان شبه مقطوع إلا شوي الفكرة أن كل ما كان شغلك زين ما في سحب واضح صار لو سحب انا بزلك من بسحب وانا لو سحبت صار موزه ما يسحب فما في سحب من الحصان يقابل السحب مني او العكس يؤدي الى انقطاع العنان مع انه شبه يعني مقطوع المدرب خطا والعنان زين فوضع زي هذه تشيلها من ينقطع او ينسخ او ينفك بسبب المقاومه والقوه اللي يستعملها الحصان معك